رقي عبد الله الكاتب العام ديال جمعية بيلير للتربية والثقافة والبيئة أسوسياسيون بيلير دو كولتور إيديوكاسيون وإنفيرونمون. الجمعية تأسست في ظرف وجيز وهو واحد تقريبا واحد 4 شهور هادي. الجمعية كتهدف أولا لخلق واحد العملية اللي هي مهمة وهي تخفيف العبء على الاتحاد الملكي إقامة بيلير الشطر الثاني جاج دو لو سانديك. لماذا؟ لأنه قام بواحد مجموعة الأعمال وجاء الوقت باش ناخذوا المشعل باش ندخلوا في عملية مهمة وهي عملية تاع تتمة الأعمال اللي كيقوم بها لو سانديك. لو سانديك المهمة ديالته باينة وهي تحصيل المحاصيل الخاصة بالاكتتاب والقيام بالأعمال الكبرى إلى آخره، ولكن كيبقى الهامش اللي هو مهم هو تربية الأطفال، هو المشاركة تاع الساكنة في العمل التشاركي الجماعي. قلنا نأسسوا جمعية مستقلة على الاتحاد باش تمشي في هذه العملية هذه. دونك الجمعية تأسست وكانت علاقة مع الأخ عبد الله بوقسيم عضو ديال جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض اللي حضر معنا المجموعة تاع التظاهرات اللي قام بها الاتحاد الملاكين هنايا في الإقامة. ومن بعد ما تأسست الجمعية اقترح علينا أنه ندخلوا في برنامج ما يسمى مشروع الإنتاج المشترك للنظافة. دونك هذا المشروع هذا قمنا به حنايا وخدينا أول خطوات وهي القيام بفرز النفايات. أول عملية درناها وهي البداية من الدار، لماذا سنربي الأطفال على فرز النفايات. دونك كانت واحد شهر ونص هادي باش خدينا أول عملية درناها وهي عملية فرز النفايات. وكيف كتشوفوا هنايا درنا واحد 3 ديال لي باك ديال الحاويات النفايات اللي حقا بمساعدة لايز فيتي أعطتنا شركة كازا تكنيك اللي مكلفة بالنظافة بتسير عملية النظافة بعين حرودة، أعطتنا هاد 3 ديال لي باك اللي قاموا الإخوان داخل الجمعية أولا بصباغتهم في ألوان مختلفة ثم الكتابة عليهم. بدينا في منتصف شهر نوفمبر بدينا عملية الفرز، وقررنا في الجمعية بأنه هاد لي باك هادو هاد الحاويات هادو غادي يبداو يخرجوا 2 المرات إلى 3 المرات في الأسبوع ابتداء من الساعة 7 صباحا حتى الثانية 10 أو الواحدة بعد الزوال. الناس كيفيقوا في الصباح. نعم تفضل. كيف كان تجاوب الساكنة في هذا الفرز ديال النفايات؟ أولا حنا نهار خدينا هذه المسألة هذه كنا متخوفين، قلنا ربما ما تنجحش لنا الفكرة وربما غادي نقدروا نضطروا لأسلوب آخر، للتواصل وكذا. ولكن لحسن الحظ واللي كان تلج الصدور في الحق ديالنا واللي كان فرحنا هو أنه كان تجاوب بنسبة 90%. في البداية الآن كاين تجاوب تام، كاين ناس، كاين شي حالات نادرة جدا فاش كنلقاو مثلا لي ديشي ميناجي اللي مليوحين، ولكن الناس في الصباح كيفيقوا اللي كيهبط الكرتون ديالو كيلوحو في بلاصة الكرتون، والوراق اللي كيهبط الخبز ديابس كيلوحو في بلاصة الخبز ديابس، اللي كيهبط البلاستيك كيلوحو. دونك كاين هاد المسألة هادي وكيتم الجمع هذاك ديال هذيك المسائل. عندنا لتحت واحد المجموعة تاع الحوايج اللي مجموعة دروكا كنقلبوا على طريقة تاع الاستغلال ديالها فيما بعد. ان شاء الله في المستقبل حيت حنايا اولا كنعرفوا بان هذه كلمه الازبال الان ولات ما بقاتش كتقول الزبل خصو يتلاح، دونك الزبل ولا ممكن يتخدم. دونك كاينه اعاده الاستعمال، كاين لو ريسيكلاج، كاين واحد مجموعه الحوايج. حنا كجمعيه ما يمكنش نقوموا بهذه العمليه، ولكن هناك مؤسسات مختصه. حنا يمكن تكون عندنا الهدف الاول هو اننا نربيو بعضياتنا على هذه المساله تاع الفرز النفايات، ثم ممكن نشوفوا هذه القضيه تاع التخلص من هذيك النفايات عن طريق تسويقها او عن طريق التعامل مع اشخاص اللي كيفهموا في هذه المسائل اعاده الاستعمال. شكرا لك سي عبد الله. شي نداء للساكنه؟ اولا ساكنه انا كنقدرهم سواء في العمل ديالي داخل السانديك مده ديال 2 سنين، وكان الجمع العام مؤخرا واعادوا الثقه في السانديك في المكتب ديال الاتحاد. دخولي الى الجمعيه ماشي جاعة عبثا، ولكن عندي دائما الهم ديال الأطفال، الهم ديال التربية، الهم ديال المستقبل، الهم ديال المغرب. دونك كنهزو هذا العمل هذا. ما يمكنش نقول للساكنة شي حاجة إلا نقول لهم كملوا على هذا العمل اللي كاين. الدليل هو أننا الآن غاديين في 3 سنين تاع السكن داخل إقامة، يمكن كنحققوا، أنا كنقولها وكنفتخر بها، كنحققوا نموذج استثنائي في المنطقة. لأن من بعد 3 سنين كنلقاو بأن المجموعة غدا من حسن إلى أحسن بتميز، غدا كتميز لا من حيث النظافة لا من حيث الأمل لا من حيث كذا. حنا خدينا المشعل على الاتحاد السكان وقلنا نمشيو في مسائل البيئة، في مسائل التربية، في مسائل التنشيط الثقافي والتربوي والفني. دونك كنقول للساكنة مزيدا من التفاهم، مزيدا من التعامل معنا ومع الجمعية إلى آخره. شكرا. الله يوفقكم جميعا.
انت من الساكنه تاع بلير جاج 2، دونك لاحظتي واحد المجموعه تاع التغييرات في الحي هنايا، اش كيظهر لك فيها اولا؟ اولا التغييرات هي تغييرات جميله جدا في الجرده ولا في الواجهه ولا في، المهم كاين انشطه مكثفه وانشطه زعما كتشجع الساكنه على، المهم كتشجع حتى كتحس بواحد بالانتماء لهذه الاقامه، وكتخلي الناس كيحسوا بالجماليه ديالها، وحتى السكنه ديالها كتزيد كيعجبهم الحال انهم سكنوا في بيلير وفي جي اش ام بالخصوص جي اش 2، دونك جميل جدا. شكرا. مؤخرا تاسست واحد الجمعيه هي معزوله على السنديك، جمعيه بيلير للثقافه والتربيه والبيئه، همها الوحيد هو تربيه الاطفال، تربيه الاطفال على المواطنه على البيئه على احترام البيئه، باش يبقاو دائما كيعيشوا في واحد لو كادر دو في اللي هو مزيان. انت كساكن وكاب الاطفال اش كتمنى في هذه الجمعيه هذه انها دير مثلا مع الوليدات ديالك؟ حنا في لاحظنا هاد مؤخرا هذا الشيء ديال خصوصا النظافه وحنا تفاعلنا معها وشاركنا فيها، وحتى الدراري يعني حاولنا نشجعوهم ونبينوا لهم الاهميه ديال هذا العمل ديال هذه الجمعيه هذه، يعني تما ولاو تينخرطوا بشكل فعال فيها، ولاو هادشي ديال اساس النظافه، اما هادشي ديال الجمعيه الثقافيه وهذه الانشطه اللي كتقوم بها دابا الموازيه، فهي زعما الاطفال حسينا بهم بانهم ولاو تينفعلوا بشكل كبير، ولا تيعجبهم الحال ان هادشي اللي واقع دابا الحال الان، يعني ولاو بالنسبه لهم بيلير ولات كيديروا مقارنه ما بين بيلير وما بين مناطق اخرى، بان لهم واحد الفرق كبير وواحد شيء جميل، يعني اي واحد كيجي كيدخل البيلير الا وكيبان ليه الفرق، وهذا الشيء اللي حنا كنتمناو الاستمراريه ان شاء الله. هذا المشروع هذا خاص حتى الناس الساكنه، حتى الناس وتوعيه الناس باش يعرفوا الاهميه ديال هذا المشروع هذا، لان الناس غير كيبان لهم دوك اللي هذوك ديال فرز النفايات، ولكن ما تيعرفوش باقي ما تيساهموش فيه بشكل فعال، وما تعرفوش الاهميه ديالو، باقي الناس ما كيديروش ديك الفرز في المحلات عندهم باش كيديروا، باقي كيرميو بشكل تقليدي قديم، يعني لحد الان يعني خاص غير توعيه وداك الشيء، والناس كلشي غادي يكون داك الشيء بهاد الوليدات. فريمون كاين ان كرون شونجمون مقارنه ما بين العام فاش جيتو لدابا، كاين تحسن الحمد لله، لان كاينين تبارك الله ناس في المستوى اللي كيعطيو ما امكن للحي ديالهم. وحاجه اخرى اللي كان انا اللي حبيتها مزيان هي الفكره ديال الجمعيه، لان كان شعار ديالي ولا من النداءات ديالي اللي كانوا في الحمله الانتخابيه هو نخلقوا ما يسمى بجمعيات الاحياء باش يتكلفوا ما هو خدمات القرب. والحمد لله دابا كنشوف انا راه كاينه جمعيه الحي لا علاقه لها بالسنديك، السنديك شكل، خدمات القرب شكل ثاني، يعني احنا سميناهم مجالس الاحياء، يعني كنتمنى هذه الجمعيه تولي غدا في اتجاه انها يولي مجلس حي اكثر من الفكره ديال الجمعيه، وكنتمنى لكم التوفيق، واي حاجه احتاجيتوها المجلس البلدي راه قدامكم، وحنا الخدمه ديالنا هو نعاونكم ونديروا يدنا في يديكم. لان ما عندناش صناعه متطوره اللي تدير اللي كدير لنا التلوث، حنا عندنا صناعه متطوره كيبقى غير النفايات ديالنا الزبل ديال الدار ديالنا، علاش؟ لان من بعد ما تنرميوه هو مجموع منه ماده عضويه ومنه بلاستيك و فتختلط هذه المواد، تتخمر الماده العضويه كتعطينا غازات اللي غاز الميثان اللي كيتسرب للهواء، وعنده مجموعه من التاثيرات السلبيه على الصحه ديال الانسان بالاساس، وكنركزوا على الانسان لانه الحلقه الاساسيه في البيئه. ثم مجموعه من السوائل التي تتسرب عبر التربه الى الفرش المائيه وما الى غير ذلك، يعني يمكنها ان تؤثر على النباتات، وسنحب انني بدات الطرح ديال المشكل وانت الى محله. نعطي مثال، مثلا الماء اللي كنشربوه في شقعين حلوده الدار البيضاء المحمديه حتى الدار المصيف تقريبا، منين كيجي؟ كيجي من البراج ديال البراج. واش النواحي المحمديه ما فيهاش براجات؟ لا كاينين. واش النواحي ديال الدار البيضاء ما فيهاش فرش مائيه؟ وجودي، ولكن هذه الفرش المائيه لم تعد صالحه للاستهلاك ديال المواطن، يعني لم تعد صالحه للشرب، لانها تلوثت بما تسرب من مواد نحو الفرش المائيه، وبالتالي نلجا الى
نقل الماء لمسافه طويله. اذا هذه النقطه اللي تطرح لنا مشكل الماء المحيط بنا ملوث، والماء البعيد منا حتما سيمكنه ان يتلوث لان حتى هو مدن، ويمكنه ايضا اثارنا السلبيه نحن افعالنا السلبيه على البيئه يمكنها ان تصل كافضل خطوه. كما قلت ان النفايات المنزليه في المغرب تقريبا هي اللي كتشكل نسبه كبيره وخطوره. جاء المشروع من اجل العمل على ترسيخ الثقافه ديال فاس، تختار واحد الحي نموذجي كنشتغلوا عليه على اساس انها تاثر الاحياء الاخرى، على اساس واحد المستقبل اللي ممكن يعني يتعمم فاس النفايات فيه اقليميا ولماذا وطنيا، وهذا هو الهدف. المشروع ديال الفيلا ارساء عمليه الفرز ديال النفايات في المنبع في 90 حي واكثر من العمل على اكثر من 100 مدرسه. كنشتغلوا في مؤسسات تعليميه الاحياء المجاوره لها لانهما عنصران شريكان، الاسره والمؤسسه، الاسره والمؤسسه هما الاسره والمؤسسه هما الشريكان الاساسيان في الناشئه. التلميذ سينقل المعلومه الى ابويه الى الاسره، والاسره ايضا اذا ما قمنا بالوصول اليها يمكنها ان تؤثر في التلميذ، وبالتالي تتلاقى واحد تتلاقى العلاقه وتتلاقى صله الوصل ديال المعلومه، كيولي واحد التطابق وواحد التكامل في المعلومه بين الابناء والاباء، وتتمشي العمليه الى نحو الاخلاق. في المهم 31 على هذه العمليه الاهتمام بالبيئه ووضع مخططات ديال البيئه ومجموعه من البرامج الوطنيه ومقتضيات الانصاف الاجتماعي. نعم ديال الزناقي ديالنا فاش كنشوفوا فيهم ديك النفايات مخلطين مبعثرين، ها هنا كيتلخص لنا التلوث ما هو بصري وما هو شمي. ها شوف معايا انا كما عطات الاكزام شارك معنا في نتمنى ان شاء الله نشوف هذا العمل ورقيه دائما للاستاذ تذكير فقط اخر وقت لبوسيمو استاذ علوم الحياه والارض هنا في عين الحمضان الكاتب الفرع ديال جمعيه مدارس علوم الحياه والارض المحمديه، رجل اشتغل معنا تقريبا من ماي من ابريل يعني قريبا كبر عام اقامه جاجدوك ومشى معنا في المشروع هذا، واليوم راه عطى واحد المجموعه كبيره المعلومات اللي كتفيدنا الى ما فاتنيش انا يا شباب ممكن تفيد ولادي تفيد ولادي لان الحياه غدا وكتهدي. دونك كنعاود عاوتاني نشكر الحضور بزاف ونشكرهم بزاف، وباش ما نخليكمش تملوا معنا اعداديات واد المخازين ثانوي الاعداديه واد المخازين. كنشكر المدير ديالنا اللي اعتذر كان غادي يجي ولكن اعتذر، ومعنا الاستاذ ديكي المبادي ومعنا الاستاذ زهري مع كلمات ديالو اللي غادي يقدموا لنا واحد الوصله فنيه، وغادي نوصلوا ان شاء الله من بعد العرض ديال ساق الزهر الى جمعيه ميلاد الثقافه والتربيه. مغربي ديما مغربي ديما
Thank you.
كان الاستعداد لها أنشطة قبل، كانت منذ أبريل 2015 في ماي كنا درنا أول مرة في المغرب عيد الجلال، وهذا عيد الجلال المشاركة ديال المنتدى اللي كانت الساكنة ديال بكير كان تابع لنا أننا نشطوا جمعية صغيرة للثقافة والتربية والبيئة على قبل الوليدات. الأوبجيكتيف اليوم ديالنا حنايا قبل هاد الوليدات أنهم يكبروا في واحد الإطار حضاري معين يكون مستوى عالي، وإذا يكبروا في واحد الإطار يكون عندهم المعلومات الكافية باش يواجهوا الحياة، باش يكونوا مثقفين مؤدبين نضاف مفيدين للمجتمع ديالهم. كان أول عمل درناه بمشاركة جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض هو فرز النفايات. فرز النفايات كنا خدينا الحاويات وصبرناهم وما كناش منتظرين واحد التجاوب اللي وصلنا له. التجاوب الأول اللي كنا حنا في هذا المشروع توقعنا إذا تجاوب على 50% من الساكنة هدف راه ربح كبير. من بعد التجربة وهاد الدروس والإكسبيريونس اللي درنا دابا وصلنا لأكثر من 95% ديال التجاوب ديال الساكنة. الحمد لله أغلب السكينة كتفرز البيت ديالها، كيفرزوا الورق والكرتون، كيفرزوا البلاستيك، كيفرزوا الخبز الكامل. من بعد الأسبوع الماضي اللي هو السبت اللي فات كنا درنا واحد النشاط آخر للأطفال بمشاركة ومساندة جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض. نطمح الآن أنها تكبر، نطمح الآن في انخراط جميع الجيران، جميع الإطاقات المجاورة، لأن المسألة ما يمكنش نعيشو حنا معزولين في الجزيرة، حنا حدانا جيرشتات، جير سانكيسي، جير ساتيميت، إقامة أيوب، إقامة إيمانية، ياسمين، مجموعة من الإقامات، كنأملوا صراحة أننا كنا نتجمعوا باش نحاربوا جميع المظاهر اللي يمكن تكدر العيش ديالنا في هذه الإقامة. الأغلبية فينا، أغلبية الناس كيطمحوا أنها تبقى دائما نقية، أنها تبقى دائما في هذا الإسم اللي نديروا على هذا المكان وعلى الإنديان فيهم. دونك أنا شخصيا كنطلب من أي واحد يلتحق بنا، التحاقه بنا هو دعم لنا ومساندة لنا ودعم ليه وخدمة للمشروع الكبير. سي عبد الله المقسيم له جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض مستعدين يشتغلوا معنا. مستعدين ويسروا النشاط، حنا مستعدين شوية العلم اللي كنعرفوا في هذا الشيء هذا، ولكن بزاف الطاقة لخدمة الأطفال، بزاف الطاقة لخدمة البيئة، بزاف الطاقة لخدمة هذا الوطن الجميل اللي كنأمل شخصيا ويمكن ما يحتاج معي حتى شي واحد أنا نحضر عليه كما هو. دونك شكرا بزاف. الآن غادي نخلي الإخوان بجوج اللي يعيطوا على الوليدات اللي كاين هنايا يلتحق بنا باش ياخذ شهادة التقديرية ديالته كمساهمة منا وكمساهمة واعترافا منا بأنه شارك معنا في النشاط ديال السبت اللي فات. وكنشكركم على التعاون، كنشكر بزاف الحضور اللي حضر، كنشكر بزاف الناس اللي كينقلوا والناس اللي غابوا، كنشكر بزاف الناس اللي اعتذروا وكنعتذر في بلاصتهم الناس اللي ما اعتذروش لنا، كنعتذر لكم لأنهم ما جاوش وكنشكركم بزاف. دونك عندي الوليدات تماك. إذا كنت حضروا بأبيانا وما يمسك الأبيان
Thank you.